واخيرا واخيرا اعمل لها فخر العرب، فخر العرب عملها وهبطها هبط المنشور، الفيديو اللي كنا نستناه فيه بدقيقة ودرجة من كثرة ماني انا مش مصدق دي ريحة نوتيفيكاسيون هيك تويتر اللي عمري ما استعملته، عملت كونت باش يشوف الفيديو اول واحد، لحبيت الكل خلوا يد يخلط في خناق، اصل فخر العرب هبط فيديو هيك ومشيت نجري، مشيت نجري تفرجت عليك الفيديو اهو. It's not always easy to speak in time like this. خلي زيادة بالانجلي خافش انا ترجمت الفيديو بالعربية وبالدرجة التونسي هذا يا اخوي بالعربية الفصحى. كان يوم الاحد مشى وسرحوا في الغابة فهزوا بهيما يسرح معاهم وركبوا فوقه الكل فطاح عثر البهيما فهزوا بقوتهم الزوزي وعرضوهم ناس يمشوا في الثانية يضحك عليهم فالرجل تغشش فقال إليهم لماذا تضحك علينا إنه بهيما جحش طاح في الودان فتكسرت رجله فطلعناه وحملناه وهزناه ورجعنا إلى الدار فيضحك عليه والبهيمة طاح يلعب عليهم يفدق عليهم طاح في الحفرة قال لهم ماتوا عبد السنة طلعوا وحية فوقهم ويعيط ويلعب ويضحك هم ما مش فايقين به البهيمة. وهذا يا خويا بالتونسي كيف ترجمناه؟ ماذا ينعزوا قدارنا وبعاثة ما ثمياش بركاجات زاتلة موجودة يسيب ويبيع في البير الله يرحمه لا ربي معاها ويبيع في البير واضح شي هك يعني حتى انا باللغات ثلاثة ما فهمت منهم حتى باب ما عارف شنو هو يقصد كلمة فلسطين ما مش موجودة اسرائيل بريك شو ما مش موجودة منحيهم جملة واحدة خون داخل فيها كافي بعر وبرا فيه بتاع اسلام وقصته هاني حكيل اصلا من وجهه كما تشوفوا لهنا واضح السيد مرعوب ما عرفت نتاع هاني نحكي هاني نعبر ما عادش تلوموا عليه ما عادش تقولوا لي في مساجات قصمك وتسبوا لي الوالده والوالد خويا وكيف هاني خويا عبر والله على الاول تصدقوا بالله قلت تفرجت على الفيديو على الاول مشى في بالي ارتفيشال انتليجنس الذكاء الصناعي مش بالي عامل فيديو من كثر ما هو متملح بالقضيه كي شفت فيش يحكي وكل شيء خويا تحسوا السيد بالذكاء الصناعي ما عندوش ديغريماج جمله واحده. The escalations in the recent weeks is unbearable to witness. All lives are sacred and must be protected. The massacres need to stop. بعد خلنا طلعتي تحت التهديد خونا واحد شد عليه فرد محمد صلاح خوي كانك تحت التهديد عامل لنا غمز هيك واضح سامحنا خوي هكا سيبو عن برنا ذمتو طلع خونا تحت التهديد ما حبش يحكي على غزة ما اللي سميناه فخر العرب بخرها بعرها ولا بالرسمي خرى العرب يا محمد صلاح هالدرجة خوي قلب عليها الجنسية الإنجليزية هالدرجة خوي بعدنا شنية صلوح شنية خوي خايف لا خرجوك يزعكم من ليفربول خوي وطوف كاريرك في الكورة تولي تهز على واحدة ونص صاحبي تقدم صلاح يهز اللو يهز الدين ووب 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 مالا صلاح يا اخوي هبالها شنحها صلاح وقول قول 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 تعرف صلاح ذكرني بالضبط كيما الرؤساء العرب صاحبي خليك تلموا اليوم هذا خبر جديد زاد تلموا اليوم في الجامعة العربية وعملوا عدة قرارات قرار الأول ساعة باش يوقف لكم مخكم تقول لي صح هذوما جايين من العرب اخواتنا فهمتني ذوما بعد ما سكتوا هما يشوفوا في فلسطين تاكل في الخبط والسرافق من عند اسرائيل والمانيا وامريكا ويهدي فرنسا وبريطانيا الكل متكتلين فيها بالضرب يا اخي العرب خلوا سيبون هما يضربوا واحنا نسكتوا ما يساعدش لازم نعمل قرارات اول قرار الرجاء ضبط الانفس لا يشدون ارواح الا قرار اخواتي فلسطين ياكلوا الرجاء ضبط الانفس فلسطين شد روحك تنفس مليح تنفس مليح قاعدين نموتوا خاطر ناكلوا في التنفس مليح اي ضبط الانفس ضبط الانفس اي شد روحك لا اله الا الله اما تعرف القرار الثاني صاحبي عجبني خليك صاحبي القرار الثاني المساعدات فهذه جابوا فيها بصراحه ما غير ما نكتب على بعض جابوا فيها اما تخلي الزيت والعرب يعملوا لك حكايه من غير ما يزرعوها ولك اصبر عليا واحده اهو جايك العرب به أكثر عبيد متضرر التو في الحرب شكون؟
بازل تحت المباني على ريوسهم اللي تذروا جسديا تلقى مضرور مضروب بك في راسه في سيخه في صبعه في ما عرفش شنو مقسوم على اثنين اما زال حي مازال يتنفس. يا اخي اول مساعدات خلوا نبعثوهم يا مساعدات العباد هذيك المتضرر. ايه نعم والله كما نحكي لكم الرجل اول مساعدتنا نبعثوه للعباد المتضرر تذكر جابوا لهم صح جاوا يحلوا خويا في الكمين نتاع المساعدات شلقى حسب راي قرابة 500 كفن. بطبيعة العرب راهم يعملوا حاجة كما يخموا فيها 20 مرة وهذا كلام المساج واضح معناتها هل انت وانت سمحني باش تمشي توا تداوى ونخسروا عليك فلوس وما عرفش ومصروف وهو دويات وهو بن وهو كل شيء بعد ترجع للدار تعاود يخسفوك تعاود تموت كفن خويا من الاول من الاخر وعلى الاخر ليش تاخذ الداوى وتخسر فلوس زياده هكا خويا تعدى مخادر الخادم ليش نعطيه فيك في الدويات فهمتني هكا خسر اثنية علاش نطولوا فيه ولا عمر بيد الله قالوا له ماذا بكم تو تو دي لازمنا ديما نعملوا نظرة إيجابية احنا خاطر العرب ديما كي احنا نراو الدنيا بفصون إيجابية على الأخر عملوا لهم أوبسيون فيها 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 هذه والله ما لقيتها في حتى دولة في العالم أنت فما أوبسيون كفن خويا رجال وكفن نساء قراوا لهم حساباتهم باش يفرضوا عليهم في الاخر فهمت هكا خويا المراه اللي تموت في النساء باش كان جاهر هيك معناتها مثلا حاطين حاجات غادي كما باش وكفر الرجال يسمحني الوقت اما بالرسمي الدوله اللي بعثت تضم الفن ورخون نحب نقول لكم حاجه كهو والله برسم كان فما فن جيمر جيبوا لي قراوا لي حسابي في كعبه فهمت باش نهار اللي يموت يبدا الاضواء تشعل نتاع اليد فهمتني تلقاني متمتع وانا ميت اي لا الله انا هربت بكم ياسر بالمواضيع الحاسي وصراحه بقول لك وليد عمي كلمتين فلسطين راهي مش مستحقت لك وليد عم كي تحكي كي ما تحكيش من الاخر وعلى الاخر اما انت المستحق فلسطين باش تدهر روحك راجل خاطر هذه بالرسم القضيه ما نتاع رجال دونك انت ما حكيتش وبديت عرفناك صاحبي ده فيك عويمين اخرين تشتولينا تلعب في تحترف في ليفربول اما نتاع نساء العباد الكل اختاكم اللي تلوم على صلاح وتلوم على اكس وعلى كريك وعلى زيد فهمتني مواضيعهم كل اختف كان شاعين وراه من اول ما بدات الحكايه اول ما صارت البلب بدات الحكايه معناتها فهمتوا اصلا التو ما ظهرش اللي هو مضمع فلسطين عين عينه هكا من تحت لتحت بس العرب يقول لها والله مضمع فلسطين وجماعه اسرائيل تقول لها والله هم مضمع مع الصغار وبرا بتاع اسرائيل وبتاع فلسطين اما ربي معاك ايه الشاب الشبات هذا كان خويا الردي على محمد صلاح وعلى غيره باش جوست حبيت نحكي لكم وان شاء الله غدوه بحول الليل نهبط لكم فيديو مزيان على الاخر على الاخر على الاخر على الاخر نحكيو فيه علاش الدول هذه الغربيه علاش سيبورتي في اسرائيل فما اسباب واضحه فما اسباب غدوه تدخل يزيد ما كانتش على البال فهمتني تو غدوه ان شاء الله نعطيك الاسباب بدي تاب بدي تاب ما تنساش تفرج على اللايك بوتن وصل الفيديو هذا 1500 لايك وكنوصل ل 5000 لايك وبيع الفلوس نتاع الفيديو هذا الكل تمشي للعباد المستحقه تو نشوفوا انا جمعيه باش نعطيو الفلوس ما تنساوش حقا واللي يريد عملت فازة تبعث عن نمره هدية كلمة هلال توصل لي على ناس اخواتنا في غزة فهمتني مساج تكلف دينارك هاو ابعث مساج زوز عشرة انت وخديش تنجل دينار فليس مع فليس جيبو كدية صاحبي وما تحقروش اك الدينار خوري اخي شنو باش يسافش خوري اعطي وعايزكم الناس الكل على السبورت متاعكم وشوفوكم ان شاء الله غدوة بيس هنلاقكم معك اخوكم زلاش تموافقني باي باي.